أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في حديث عقبة رضي الله عنه الذي رواه مسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله حتى تأتيهم الساعة، هل فيه رد على من أول أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة بأنواع الجهاد الأخرى؟ نعم، الجهاد ماضي، لكن إذا توفرت شروطه، ماض إذا توفرت شروطه، أما إذا لم تتوفر شروطه فإنه ينتظر حتى يكون عند المسلمين استعداد للجهاد. نعم.